kimsesin suri. Lan beni cennet burası. أرأيتم هذا المقطع المتداول لتركي يشر سكينه ويهدد مستثمرين خليجيين في اسطنبول مؤخرا؟ القضية طويت بإلقاء السلطات التركية القبض عليه، لكن طلبه عدم التحدث باللغة العربية فتح سيلا من التعليقات، منها ما قال إن اللغة التركية فيها 6459 كلمة من اللغة العربية، فعليه هو أن يمتنع عن استخدام مفردات لغته ما دام تحوي كلمات عربية بالأصل كما قال معلقون. ليست المرة الأولى التي ترصد فيها العدسات تصريحات عنصرية ضد العرب، وهو ما ينذر بأن هذه الحوادث ليست حارثا فردية، والدليل الاعتداءات الممنهجة التي طارت السوريين في عدة مناطق مؤخرا. أمام حملة العنصرية هذه، حذر صحفيون أتراك من خطورة أن يؤدي ذلك لعزوف المستثمرين العرب في تركيا. هذا وذكر معلقون بالجسر الجوي الذي سيرته الدول العربية لتركيا حين ضربها زلزال مروع، كما نوهوا لحجم الاستثمارات السعودية في تركيا، حيث إن هناك 1140 شركة برأس مال سعودي تعمل في تركيا، فيما بلغ متوسط عدد السياح العرب في البلاد العام الماضي نحو 4 ملايين سائح، أي ما يمثل 9% من إجمالي سياح تركيا.